حقيقة أنا فوجئت يعني البارحة بالقرار ديال التوقيف ديالي والحرمان من الأجرة والإحالة على المجلس التدريبي، والقرار يعني علل بأنه كان هناك إخلال بالالتزامات المهنية. أنا كنعتبر هذا القرار ظلم وتعسف اللي هو واضح في حقي وفي حق الزملاء اللي شملهم كذلك نفس القرار الجائر، وأظن بأنه السبب الحقيقي هو نشاطي النقابي ونشاطي العلمي والأكاديمي والجمعوي. أنا عضو في كلية في مجلس الكلية ديال الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وعضو كذلك في مجلس الجامعة، وبالتالي المسؤولية ديالي تقتضي بأنني كنساهم في القرار البيداغوجي وفي كل قرار كيتعلق بالطلبة وبالأنشطة، يعني بما هو بيداغوجي وبما هو أكاديمي. هذه من صميم المسؤولية ديالي. كذلك أنا مسؤول نقابي، يعني أنا كاتب محلي النقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو مكتبها الوطني، وبالتالي من الواجب ديالي أن أعبر عن قرارات الجمعات العامة ديال الأساتذة. نحن كأساتذة بالدار البيضاء أخذنا جمعا عاما يوم الجمعة الماضي، يعني عقدنا جمعا عاما وقررنا عدم يعني المشاركة في الامتحانات المقررة يعني لتنظيمها في 10 يونيو، وبالتالي عدم حراسة الامتحانات. هذا القرار خديناه بصفتنا أساتذة، ننطلق من سلطتنا البيداغوجية وسلطتنا العلمية التي لا نريد أن يعني شيء واحد يدخل فيها. فقلنا بأنه نتيجة انعدام الشروط البيداغوجية السليمة لا يمكن أن تجرى هذه الامتحانات. إحنا ما درناش دروس، ما قريناش دروس، إحنا ما درناش يعني دي ترافو لي مبراتيك الأشغال التطبيقية، وبالتالي ما يمكنش نمتحنوا الطلبة ديالنا في شي حاجة اللي ما دارش خصوصا في الدروس والأشغال التطبيقية. وبالتالي من ناحية البيداغوجية يستحيل أن تنظم هذه الامتحانات يوم 10 يونيو، وبالتالي قررنا أن لا نشارك فيها. الأمر الثالث هو إحنا خدينا واحد الوساطة، وهذه الوساطة يعني خديناها وكنا نعتقد بأنها يعني سعينا من خلال هذه الوساطة أن نحل المشكل وأن يعني نقربوا وجهة النظر ديال الطرفين. للأسف الشديد الوساطة ديالنا يعني لقينا واحد التجاوب من طرف ممثلي الطلبة، ولكن ما لقيناش نفس التجاوب من طرف ممثلي الوزارة، وحنا كنحسوا بأن كلما اقتربنا من الحل أو من 90% من الحل إلا ويصدر بيان أو بلاغ من الوزارتين تؤزم الوضع وتعقد علينا المشكل أكثر. نعتقد كنا نعتقد بأنها ستكون وساطة، لأن بالنسبة لي أخذناها كوساطة صادقة لحل المشكل. ربما الوزارتين يعني تريدها أن تكون وساطة من نوع آخر، هو وساطة يعني في اتجاه الضغط فقط على الطلبة للقبول بالأمر الواقع، وهذا يعني ما نقبله نحن لا بيداغوجيا ولا يعني أخلاقيا. نحن وساطة سنسعى بطبيعة الحال لحل المشكل وليس لتعقيده، وبالتالي الوساطة ديالنا كانت بغات تكون وساطة صادقة، ولكن للأسف الشديد يعني الطرف الآخر ما تعاونش يعني باش ينجح معنا هاد الوساطة. حنا بقى نقولوا الآن ما زلنا جزءا من الحل، وما زال الحل ممكن شرط أن تتوفر يعني شروط وتتوفر إرادة حقيقية لحل المشكل، إلا أنه للأسف الشديد بهذا القرار الآن، القرار التعسفي الظالم في حق يعني ثلاث أساتذة يشهد لهم يعني بالكفاءة ويشهد لهم بالأخلاق النبيلة، أستاذ بالدار البيضاء وأستاذ بمراكش وأستاذ بأكادير، يعني هذا القرار سيعقد الأمر أكثر وندفع في اتجاه الحل. ونحن ننبه المسؤولين يعني نقول لهم شوية ديال الحكمة، شوية ديال التعقل، فالأمر شوية معقد لا تزيده يعني تعقيدا. بالنسبة لما يروج الآن في الساحة بأن نضال الطلبة مسيس ونضال الأساتذة مسيس، وأن هناك جهة سياسية وراءها وراء كل شيء، وراء الأساتذة المتعاقدين، وراء إضرابات كلية الطب والصيدلة. هذه الجهة السياسية ربما تتهم مستقبلا بأنه كذلك وراء فيضانات في الفلبين أو لا شي كارثة زلزالية في إيران أو لا أو لا أو لا أو لا. فإذا كان هذا منطق، إذا كانت هذه الجهة، إذا كانت العدل والإحسان، سموها احنا قابل الاسم، إذا كانت العدل والإحسان كتتحكم في هذا الشيء كل شيء، فالمنطق يقول هي خصها تحكم، إذا كانت تحكم هي في كل شيء، هذا منطق، المنطق السليم يقول بأنه هي خصها تحكم. العكس هو اللي حاصل، ليست هناك أي جهة سياسية لا تتحكم لا في الأساتذة ولا في الطلبة. الطلبة
أسياد أنفسهم يتخذون القرار ديالهم بطريقة ديمقراطية في جموع عامة وأمام الملأ وبصوت يعلي بتصويت علني. الأساتذة نفس الشيء، لا توجد أي جهة وحتى إن أرادت أن تكون قادرة على يعني تأطير 18,000 طالب وتأطير 1200 أستاذ. وبالتالي دعونا من البحث عن شماعة لإلصاق تهمة الفشل، نعترف بأن فشل المسؤولون في إدارة هذه الملف. نقول الآن خصكم تنزلوا وتصدوا الملف وتكون عندكم إرادة باش تحلوا الملف. خلونا من هذه الشماعات ديال الجهة السياسية، لأن الواقع شيء آخر، والطلبة والأساتذة يعرفون من هم الأساتذة الموقوفون، وكذلك الطلبة يعرفون من هم ممثلوهم. بالنسبة الآن الأمور أقول بأنها بصراحة الأمور تعقدت بعض الشيء، لكن الحل ما زال ممكنا. الآن الجمع العام ديال الأساتذة المراكش خداو يعني وقف جميع الأنشطة البيداغوجية بما فيها الامتحانات والإشراف على الأطروحات، هذا أمر مهم. أساتذة الدار البيضاء خداو نفس الشيء، يعني بما فيها الأطروحات وبما فيها الامتحانات وقف جميع الأنشطة البيداغوجية. وكذلك تم تقرر تنظيم واحد المسيرة احتجاجية، وقفة ماشي مسيرة، وقفة احتجاجية تضامنية يوم الجمعة 14 يونيو 2019 على الساعة 5 عصرا أمام مقر جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. إذن هذا هو الآن الأشكال النضالية اللي الآن قررها الجمع العام المنعقد هذا اليوم بحضور تقريبا جمهور غفير وعدد غفير من الأساتذة، يعني أول يعني جمع عام يشهد هذه الكمية الكبيرة من الحضور.